يصبح الخير، يصبح النور. مرحبا بكم مرة أخرى، جدد لقانا معكم يوميا كما عودناكم، معكم الشيف مؤمن في كوجينة نتاع الدار. دونك كنا حضرنا من أول رمضان لتوا العديد من الوصفات البنينة سهلة اللي ما طلبش برشا وقت واللي ما تكلفش، ومازلنا مواصلين بقدرة ربي في تحضير العديد من الوصفات البنينة. الجماعة اللي باش يتابعوني يلقاوني على الفيسبوك شيف مؤمن يونس، على اليوتيوب شيف مؤمن يونس كيف كيف، واللي خلطوا هنا المخر وما لقاوش لوسيت ولا يحبوا لوسيت حضرناها من اول رمضان توا، نجموا يعاودوا يتفرجوا علينا في الرديف على الفيسبوك شيف مؤمن يونس والا على اليوتيوب شيف مؤمن يونس. دونك كنت البارح حطيتكم الروسيت نتاع الغريبه، الغريبه كيما يسميوها، الغريبه برستيج، الغريبه اللي بالشوكولاته اللي باش نحضروها مع بعضنا. عندكم المقادير بالطبيعه، يلزم البات تحضر نتاع الغريبه ولا المنيو زاد كيف كيف. صباح النور، صباح النور شيف. بونجور بلال وشتيتي، تحية ليك أحلى شيف عايش خويا. سمر بونجور للناس الكل اللي خلطوا علينا. دونك نقول لكم شنو هو المنيو نتاعنا، شنو هو باش يحضر بقدرة ربي. أرفيا صباح الورد، صباح النور بالحسن. دونك الناس الكل اللي خلطوا علينا، عندنا غريبة برستيج كما يسميوها، غريبة بالشوكولاتة. لك غول بونجور، هاكا نحاول نقرا الميساجات ونجاوبكم لايف في انتراكسيون. تبارك الله الحاجة الباهية اللي بالمساجات بالكومنتات نتاعكم متفاعلين. نحب نشكركم برشا 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 على المساجات اللي وصلوني، والله شيء يفرح، شيء نقولوا احنا يدخل الفرحه والبهجه والسرور كما نقولوا باللغه العربيه. سورتو مساجات للناس الكل اللي خلطوا علينا. المنيو نتاعنا ساهل، دونك عندنا شربه هاديه بونجور، وليد جلاسي بونجور، غول بونجور، حنين السلام. للناس الكل اللي خلطوا علينا نقول لكم عندنا غريبه بالشوكولاته. دونك نعطيكم، اعطينيكم البارح الروسيت وزيد نعطيكم الروسيت، واليوم باش نحضروها مع بعضنا. نوريكم كيفاش نحضروا غريبه تاع مستوسين كيف. دونك تاجيو اصحابكم، الناس الكل باش تحصل المنفعه، تاجيو اصحابكم. كنا بارتاجيو اللايف، خلي الناس الكل تستنفع وتتبع من الاول. ميرسي بوكو ارفيا، فرد كلمه القلب على القلب. دونك انفيتيو كلهم اصحابكم، كل انفيتيوهم، انفيتيو جميع اللي حكينا البارح وقت البارح للي بقدر ربي باش يعرسوا، واللي حدا مش في عرسه ولا اللي يحبوا يتعلموا. ان شاء الله نحاول نواصل لايف حتى بعد رمضان بقدر ربي كان عشنا. بارتاجيو لايف، بارتاجيو توا لايف باش كيف كيف على الجروبات وعلى اصحابكم وحبيبكم باش تحصل المنفعه. ياسمين، فوزيه، عايشه، الناس الكل مرحبا بكم. نعطيكم فيسا فيسا على المنيو. دونك باش تكون عندنا شوربه باز، هذيك حاجه وتفهمنا فيها بالنسبه للشوربه. جيهان بونجور، بعد شوربه عندنا سليطه مشويه، ميت نوريكم سليطه مشويه كيف كيف. نعطيكم سر من الاسرار، كنا عملناها في بودان المره اللي فاتت وعملنا سلطة بلانكيت، من المرة هذيا نعمل سلطة مشوية العربي نتاعنا احنا بالطريقة نتاعنا زادا كيف كيف. مع سلطة مشوية باش نحضروا عندنا ستيك نتاع بولي ترتار، مي اخترت لكم تبارك الله الفلفل الملون الاصفر والاصفر والاخضر كل شيء. دونك الحاجة الباهية هاكا ديما نحاول نفيدكم بمنيو حلو برشا. نحب نشكر ديما سبونسور اللي كانوا موجودين باش نعملوا حلقة باهية، حلقة خفيفة وبنينة تعمل 66 كيف. ملاك مرايحي، وزيت الميغشير ديما سيت نتاعك ياسر بنا، صحة بالشفاء يا ملاك. نحب نقول لكم زادة كيف كيف نشكر حازم العيسى، راديو بون لونور، خالد عويش، تونيسكوب. بالنسبه للسبونسور نبداو من ورده، من ديري، من نجمه، من ناتيلي، من فانواز، من كولدينا، من فوركيتا، من الفرويتير، ميزون الموند، سونيا ميزون الموند، ويربول. الناس الكل اللي خلطوا علينا تبارك الله وقاعدين يتابعوا فينا، نقول لهم بالنسبه لينا باش نحضروا منيو يعمل 66 كيف. تابعوني بيع على الكورنيش، نسكروا الباب. اليوم طقس مروح وحلو برشا هكايا بالطبيعه. ما ننساوش الناس الكل، زهره لافيترين تروار تلقاو عندها توسكي ماكله زمنيه من قاع الخابيه، تلقاو فيها لي زيبيس، تلقاو فيها الماكله القديمه من قاع الخابيه. عماد المارشي نتاع المرسى، دونك ان شاء الله نكون ما نسيت حتى حد. بونا المايونيز ولا المطارد، الناس الكل كيف كيف اللي عاونونا وامنوا بيا باش نجم نحضر لكم لايف بين برشا. دونك نورمالمون الريسيت نتاع الغريبه البارح مديناها وتتلقاها ان شاء الله ايبانغلي موجوده في الـ في الـ في كومونتير. نتوكلوا على ربي باش نحضروا مع بعضنا المنيو فيسع فيسع باش من بعد نتلهاو الغريبه هاكا على طريقه سريعه كيما استانستوا بيا. وانتم انفيتيو الناس الكل وينو ديجا
محمد ياسين سيالة اللي كان البارح حاضر، وقولوا له ارفيا جيبوا مسيال، جيب الناس الكل، جيب الحبيبه الكل، كوجينا لما محلاها دونك باش المنفعه تحصل للناس الكل. وهاكا هما انتم زاد كيف كيف، يعطيكم الصحه اللي قاعدين تتابعوا فيا هاكا، قاعدين ساعات تجاوبوا وقاعدين ولينا اسره. اسمع تحب ولا تكره توا تبارك الله من اول نظام توا ربينا الكبده ولينا عيله من بعضنا. مريم عزيبي بونجور للناس الكل اللي خلطوا علينا. دونك في ساعه نبداو نحضروا المنيو. اي نسيت ما قلتلكمش ابار الشوربه وابار السلطه وابار الستيك تفتار، عندي مكرونه دونك كيما العاده مكرونه عربي بالدجاج هذيك ما تغيبش على الطعام، وعندنا الخبز هذا كيف كيف باند كومباني. تنوريكم فيسا فيسا لي زاستيوس ولي تكنيك. اون اتوندون باش نحضروا الشوربه باش نحكيكم شويه، قلت لكم على صدم شويه توا في جديد في الريستورونات ولا في الوتله رونومي. واحنا زاد شكرنا بيان سور مريم عزيبي، كنت نشكر في الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فيا وقاعدين تتفاعلوا، وبالحق تربيت الكبده وليتوا عيله مع بعضكم، حتى كومونتيرات ولاو جماعة الكل اللي يحضروا في اللايف يجاوبوا بعضهم يبارتاجيو هذيك بعث له. ميرسي بوكو ارفيا يعطيك الصحه. بالنسبه لينا نحب راهو الناس الكل راهو ربي سبحانه وتعالى يكرم علينا بنعمه، النعمه نتاع المعرفه، واحنا ماذا بينا نبارتاجيوها، يعني ما نحاولوا ما نخبيوها على الناس على حتى حد حاجه نعرفوها، هذه النعمه من عند ربي. دونك ننصحكم حاجه، حتى انتم زاد كيف سافوار فير نتاعكم في اي حكايه حاولوا بارتاجيوهم، حاولوا علموا. راهو ما عندكمش فكره كي واحد من نهار اخر يرحم على والديكم ويقول لكم الله يرحم والديكم، الحق وريتوني كل حاجه يعني. والتونسي التونسي رحمه، راهو نعرفوا رانا كنا توانسه ورانا نفتخروا اللي احنا توانسه، وراهو يكذب عليك، التونسي للتونسي رحمه وكنا قلوبنا به. وان شاء الله ربي يحيينا بخير وربي يفضلكم الناس الكل اللي قاعدين يتبعوا فيا. دونك كالعاده باش نبداو نحضروا شربه وباش نحكي لكم على كلكو تكنيك بالطبيعه في الشربه. فما ديماراج كنت ديما نعمل ديماراج شو باش نعمل توا ديماراج افروا، باش نحط زيت كالعاده زيت نجمه ديو فيتاميني. سورتو لافونتاج في التوسكي بريباراسيون، بربي شايف ما عطيتناش البارح مقادير تشيز كيك بالضبط خصوصا الجيلاتين، الله يبارك مريم ونعمه بالله. دونك بالله شنو اللي يخلي السكروك ما يجيش شايح ويبس وديتا كاري باهي. نحاول ديما كيما قلت لكم نجاوب ونعطيكم بقدرة ربي، والله لا خبي عليكم حتى شيء. نحضر الشربة ونقول لكم كيفاش بالنسبة ليكم شنو هما لي تكنيك ولي زاستيوس. خلينا نستوي الميكرو كالعادة. عندنا الشربة الأولانية هذيك اللي تحضر، بالنسبة للسكالوب باش ما يجيك الشايح نعطيك لاستيوس الأولانية، أنك أنت يلزم تخليه في مارينات. بسم الله لازم تخليه في مارينات. المارينات فيها حليب فيها ثوم فيها بصل فيها موتارد، هذه الاولانيه باش الفيبر يوليو طوندر باش وقت الكويسون بعد في السكالوب ما يجيش يبس. دونك العاده القطعه جويد الدجاج كامل. مريم عزيبي مريم عزيبي بالنسبه للدجاج كنت توا نعطي في المارينات، رانا خيال كيف ابسط حاجه نعاونوا بالبارتاج والجيم. ربي يخليك يا ارفيا ميرسي بوكو. دونك كيما قلت لكم كنت توا حكيت يلزم الدجاج يقعد في مارينات باش لي فيبر يولي طوندر، ومن بعد نحط شويه بصل، ومن بعد بعد المارينات نتاعو ديجا فما نعطيكم السر من الاسرار اللي موجودين في البلايص الكل، يعني في البولي. علاش ساعات برشا يتسائل يقول لك والله يسمع جربت البولي روتي في الدار ما جانيش كيما البولي روتي اللي ناخذه من لي ماغازان. دونك شنو السر؟ السر الساهل خاطر الفرق بين الدار وبين الشركات اللي حضروا دجاج روتي انهم يعملوا انجيكسيون. الانجيكسيون شنو هي الانجيكسيون؟ الانجيكسيون تاع في الدجاج يعملوا سومور، السومور اللي هي ماء وملح. دونك بطبيعه مع الفاح فما حاجاتكم كيما لاباري هكا كيما الخمسه تجي اباري تدخل هكا اباري بفلان تحط فيها دجاج. عايش حالك يعطيك الصحه يا شيف محمد ياسين سيالا، مرحبا بيك ويعطيك الصحه على حضورك مره اخرى بحذانا. دونك هاكا الحاجه الباهيه تنورنا بوجودك ونفتخر برشا اللي انت قاعد تتابع فينا سيرتو في اللايف، ميرسي بوكو. مرحبا نحكي لكم بالنسبه للاكسبيريونس نتاع الدجاج اللي قلت لكم عليها. دونك موجوده كيفاش تكون موجوده، فما اباري فيها كلها بلار فيها دجاج فيها انجكسيون كيما الخمسه هكايا فيها كلها سورانك سومير ماء وملح ينجكتيو في الدجاجه هكا ويجبدوا. علاش؟
على خاطر وقت الكويسون تصير بيرت. دونك نعرفوا اللي اي حاجه عندها تونور برشا في بالماء. هاو جي هاو جي بيان سور هاو جي مرحبا بيه. سالو تو الموند مريم ابرت نحب طريقه البيتزا باهي البيتزا لاهي باهي. نكمل نحكي لكم شويه على الاكسبيرونس تاع الدجاج. دونك الدجاج ديما كنحطوه في في المارينات راهو من بعد يعطينا منفعه. كيفاش يعطينا منفعه؟ على خاطر فما بيرت باش تصير. البيرت كيفاش؟ البيرت وقت الكويسون وقتاش شو لازمنا نعملو؟ لازمنا نحطو يا سومور اللي هي ماء وملح ننجكتيوها بسرانج وبيان نخليوها في مارينات وناخدو بالليبيك ننقبوهو بلاش فيسا فيسا باش ستيك والا البولي والا السكالوب كله ياخد الفاح باش وقت الكويسون حتى كي يفقد شويه فاح يعني هو يفقد الماء نتاعو نتاع الكويسون ما يفقدش برشا. بونجور للناس الكل اللي خاطر علينا كالعاده هاكا نقولوا احنا نركبوا طناجر بالطريقه الزمنيه القديمه. ركبوا طناجرنا عندنا الشربه ناخذ مغرفه نتاع طنطومه طماطم هادي ولا التفاح شويه ملح شوية تتلكحل بالطبيعة كنت نفوح كل مغرفة زغرونة بعد هاكا ساعات نفوح بال يعني من الفاح طول ديريكتومون شوية كركم وسيرتو نعرفو المنفعة الكبيرة برشا نتاع الفاحات اللي عندنا فاحات طيارة برشا عندنا شوية روية شوية فلفل أحمر دونك هذه شربة هاكا أونكور باش نزيد نقصلها نفس باه يعمل تطعيم للدجاج. لا مش تطعيم للدجاج شيف محمد ياسين سيلا. الدجاج وقت الكويسون نتاعو يفقد ديما في السوبريم يجي شايح. دونك كنت نحكي شويه من خلال خبرتي خاطر خدمت اكبر شيف كوجينا خدمت في الاكرو اليمونتير. دونك نحاول باش نفيدكم اللي من خلال خبرتي صغيره في المجال هذاك ونورمالمون هما لي زاستيس تاع الخدمه وانا نقول لكم عليهم. ياخذوا الدجاجه وينجكتيو فيها كيما السورانغ شويه سومور ماء وملح وبيان الصوص الصوص نتاع المارينات. دونك للي ما عندوش لاستوس هذيك سورتو خاطر هي تتعمل في ليشيل اندستريال واكرو اليمونتير في الدار كيف كيف ياخذ الدجاج يعمل له مارينات. المارينات ديما لاستوس الاولانيه اللي يلزم موجود حليب وثوم وبصل. الحليب والثوم والبصل ديما هما اللي يخليو لي فيبر يوليو طوندر ابار من بعد نزيدوهم احنا الفاح اللي فيه نزارب ولا زاك دو بروفانس والا الموتاد. اما الليتاف الاولانيه ديما حتى انتم الكونتيتي نتاع الحليب نتاع الليكيد علاش كيما قبل كنت نحكي حتى في الحمى فروم ديما دو بريفيرونس كي باش نعملوا البوليت تاع الحمى فروم باش نكعبروهم ديما نحاولوا نزيدوا ماء علاش باش الالبومين سي كومباكت الحجم الاولانيه وحتى في البيرت نتاع الكويسون ما تصيرش بيرت خاطر فما كترف نتاع الماء. كيما البارح عملت روتين تاع كان تفكروشي روتين تاع بولي في الفور حطيت فيه شويه ماء باش ما تصيرش بيرت نتاع الكويسون. ذكرتكم بالمنيو الجماعه كل اللي خلطوا علينا دونك منيو تاع فول وساهر برشا. عندنا شربه هاي قاعده تحضر شربه الدجاج بالطبيعه. عندنا سلايطه مشويه تنقول لكم زاد السر نتاع السلايطه مشويه باش تجيكم سلايطه تعمل 66 كيف. الدجاج بماء وملح باش كيتيب ما يجيش شايح من الداخل بيان سور هذيك لاستوس. دونك المنيو عندنا كيف ستيك دو بولي ترتار باش نحضروه على الطريقه نتاع الشاورما. عندنا سلطه مشويه خبز كومباني مقرونه بالدجاج وغريبه كما قال الشيف محمد ياسين سيالا غريبه بريستيج. دونك نكملوا فيسع فيسع باش نحضروا الشربه باش نخليو على قد ما نركبوا الطناجر نتاعنا ويحضروا ما تنساوش اللي بونجور ليليا اللي نحاول نحضر منيو كامل يعني دو اجوس كازيت. هذاك هو الفرق. هذاك علاش نحاول ساعات في الميساجات نقرا ميساجات ونحاول نجاوب الناس الكل مي هاكا بالسياسه بالسياسه باش المنفعه تحصل للناس الكل. دونك هذه الشربه باش نزيدوها الكلافس. البارح جربنا هاكا شربه بالكزبر وبنينه برشا الحق تجي بنينه. وانتم زاد كيف كيف في الكوجينه راهو الكوجينه فن. عيدك مبروك شيف ام مؤمن. هاو انا اسمي مؤمن وانت اسمك ام مؤمن. حاجه باهيه برشا
انوشك يعطيك الصحه. دونك الناس الكل اللي خلطوا علينا منيو ان شاء الله يكون يعجبكم. عندنا شربة، عندنا المكرونه، باش نركبوا المكرونه باش نركبوها افروا كما نقولوا. تو نوريكم كيفاش. ومحنا كل الماكله الزمنيه القديمه، الماكله المنقاه الخابيه، الكلام 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 القديم بالحق. ما نعرفش الناس الكل اللي عاشوا تبارك الله مع الكبار ومع الوالدين ومع يعني الجدود وكل شيء، نتعلموا منهم برشا حاجات، نتعلموا كل كلام الزمني. ما عرفش نصور به. اي سيدي بن سيدك، السؤال اللي باش نسالو كيما العاده ديما نسالكم سؤال وانتم تقولوا لي. فما برشا كلام في الكوجينه يتقال. ميرسي بوكو عايش خال، الخال عايشك ربي يوفقك. دونك كلام في الكوجينه ديما يتقال. هرك سعيد ألف زياد يعطيك الصحة شاف. الناس الكل اللي خلطوا علينا، دونك باش نوريكم كيفاش نحضروا في الدبارة نتاع المنيو، الدبارة نتاعنا. مي فما كلام يتقال، دونك الكروانة مثلا. انتم خليو في كومنتير قولوا لي شنو هو الكلام. هدى منور شاف، ميرسي بوكو. انا استنى في صلاة مشوية على خاطر ديما تجيني فيها الماء كيف نرحيها به. الله يبارك، حتى نوريكم شنو هو التكنيك نتاع صلاة مشوية. مي توا باش نتعداو المكرونة، نحطوا شوية زيت كالعادة. هاكا انتوما زاد كيف تستفادوا. اما قولوا لي حاجه بركة بطبيعة، بارتاجيو اللايف باش المنفعه تحصل للناس الكل. ما قولوا لي شنو الكلام الزمني القديم، كلمه كروانه مثلا، ولا به فندق به. هاي سيدي بسيتك فندق الغل شايف بشوش، ما شاء الله عليك، ميرسي بوكو. علاش سميوه فندق الغل؟ علاش سميوه فندق الغل؟ شكون يعرف؟ ديما كل مره نقول لكم كيفاش، شكون يعرف الاسامي. عندنا البينون تاع الدجاج، هذا باش نحضروا به المكرونه، بلون تاع الدجاج تاع مليحه. علاش سماوه فندق الغل؟ هاي شكون يعرف علاش فندق الغل سماوه فندق الغل؟ انا تو نقول لكم ونحكي لكم حكايتها نورمالمون يعرفوها الناس الزمنيين. حطوا الدجاج، هذه تركيبة سريعة نتاع المكرونة، فوزية وزهرو. أنا نحطها في سنتين. سلام شيف، إيدين صغير. أسمع عاشوري، الناس الكل اللي خلطوا علينا، دونك نحاولوا نذكركم في المنيو. مش عارف المنيو، عندنا شرب الدجاج ثلاثة مشوية، ستيك دو بولي فاسون تاع شاورما، خبز كومباني، الشرب هاني حضرتها قاعدة تحضر أونكور، مكرونة بالدجاج هاني قاعدة نفوح فيها. دونك كل مرة نوريكم تكنيك، كل مرة نوريكم طريقة أخرى باش تنجموا تحضروا شربة. دونك أول حاجة رميت مع زيت، رميت الدجاج، خلطت معاه الطماطم. الطماطم معجونة كنت حليتها في شوية ماء، بالطبيعة كنت قلت لكم دو بريفيرونس ماذا بكم ما تخليوش الطماطم معجونة خاطر تصير لها كونسونتراسيون ووقتها تولي عندها القروسية. الله كريم سلام شيف. وسألتكم سؤال إن شاء الله جاوبوني عليه، سؤال اللي هو علاش مثلا فما اسامي، يعني كل واحد يعطينا اسم تاع ماكله هكايا، ماكله ما نعرفش اسكو ماكله بيزار مش بيزار، علاش سميوها كل الاسم هذاك. اخترت هاكا بديت لكم بحاجه معينه اللي هي ساره بونجور، ساره بن عاشور. الاسم الاولاني فندق الغله، علاش سميوها فندق الغله؟ شكون يعرف؟ امير بن عبيد بونجور، تو نلاف با البولي جي ديجا لافي نورمالمون، تنجم تعاود تتفرج في الريف. كلام سفاقسيه بلاطه كرتل، عندنا كلام غير. اي قول لنا الشيف محمد ياسين بالله شنو هو الكلام سيرتو اللي في الكوجينه جارجون، كيما الشيشمه مثلا. الشيشمه يقول لك السباله، دونك هذه حاجه معينه. اميمه سعيدي بونجور، اميمه تنجم تفرج على الريف. دونك خديت غسلت الدجاج ومن بعد خديته. نرجع لكم على فندق الغله كيما المدفونه والا طاجين بالناري. شنو هو الماكله الزمنية القديمة اللي منقاع الخابية اللي يسميوها كما نقولوا احنا اسم بيزار، علاش الاسامي هذيا خديناها من الماكلة كيما البيتنجان مثلا. البيتنجان علاه سميوها بيتنجان؟ الاسم تاع الخضرة، ما قبلش يقول لك الاسم تاع الخضرة علاه سمى بيتنجان. في عنده حكاية وروية. حطيت شوية هريسة، نزيد شوية ثوم، هذايا ثوم زمني على الكانون، بيتو ثوم على المهراز، نحكي على قلبي في صلاته شويه. دونك الباذنجان، تو نحكي لكم علاش تسمى باذنجان. بيت الجان، نركز على الحوت، غنايه هذه تعجبني برشا، زغرت
صويبع فاطمة مثلا، صويبع فاطمة اللي سميوها صويبع فاطمة، تعرفش رفيس الحجوجة شاف، رفيس الحجوجة يمكن عنده اسم واحد آخر شاف محمد ياسين، مي فما برشا أسامي قدوم زمنيين الحق بلاي بارتاجيو، قولوا لنا شنيا فما أكلة نبيلة اسمها مريض، ودنين القاضي، ما عرفش بوليس مكتف، أسامي موجودين في الماكلة الزمنية تويدا نعملوا فيها في الدار ونحطوها فوق الغربال باش تشيح، شرمولة صفاقسية، دونك عندكم أسامي حلوين برشا، مي كل اسم عنده حكاية معاه. مثال نحكي لكم علاش سميوه القصحة جفنة نحاسة، هاي ليلي هاي أطربنا، أسامي من القيروان، بوليس مكتف عليه سميوها هكا، بيان سور راني سألتكم، أنا اسمه رثخة، الرثخة في رثخة هذيك راهو ياخذوا الفلفل وفي المهراز يحطوه، علاش؟ ما علاش ما قاليش الدجاج بالباهي يجيك مش فاوح، سمية سليمان، دوك سمية نوريكم الطريقة، الدجاج راهو تنجم تقليه. ولا تحضروا علاش سميو تراتور شيخ فتارش وذنين القاضي به نبداو بالحاجه بالحاجه هاكا انتوما انا نحاول نقول لكم وانتوما زاد بالحق خلي المنفعه تحصل خلي الاجيال القديمه والجديده وكلهم يتناقشوا ويحكيوا على الماكله البنينه الزمنيه حطوا ريقات رنت فواحد هكا بالثوم نورمالمون كل شيء محطوط نقول لكم بالحاجه بالحاجه المدفونه دول ما عين اسبانيوريه قلنا بوليس مكتف قلنا ودين القاضي صبع فاطمه مقرونه مفتوله حلال مركيب العزوزه هاو هم الاسامي زمنيين نخدمهم الكل او نقول عليهم نبداكم نحكي لكم على حكايه البيتنجان الهرقمه عين اسبانيوريه وابوك نطيبوا عليها في عود الغاز الملثوث امك حوريه دونك البارح جاوبنا وحكينا مش البارح المرة اللي فاتت حكينا شوية على أم خورية قلنا عليها سميوها أم خورية خاطر طيب من أم خورية الخدمة سكينة هاي الخدمة سكينة كويزين دونك انتوما ريت البنة والنكهة اللبنينة برشا نسميها بورمة عازب بلاش تقلية اسمها كليتش تاع الماكلة خاصة كيب الحزوزة يح المدرب البتنجان المعروف دونك كيما في فرنسا يقول لك البرمونتيه دونك توسكي حاجه اللي فيها بطاطا احنا زادة كيف هيك نخليو المقرونه سلة على نار هاديه ولا شوف الكلمه الباهيه يقول لك ايه تراه قعد واقف اي تراتور مماتي تعملوا الله يرحمها البركوكش نحكي لكم شويه على حكايه اللي قلت لكم عليها بكري حكاية البيتنجان، البيتنجان هو التسمية نتاعو قبل ما يطلعوه يعني كنوعية نتاع خضرة الخابية بيت الخابية، دونك نحكيو شوية على البيتنجان، صوصة معقولة هاكا ما نمرقوهاش الكل، المحمصة البرغل، البيتنجان يا سيدي بنزيدك ما نعرفش نقول لكم عليها علاش سميوها بيتنجان وباش نرجعوا لفندق الغلة نقول لكم عليها، خلينا محليها درجة بنينة برشا. البيتنجان كي كانوا يشويو البيتنجان وما لقاولوش الاسم نتاعو البيتنجان كي تشوي على النار يتشتش يعني يخرج كالجمرات هكا يمشيو على اليمين وعلى اليسار دونك كي كانوا في المغفرة تقول له اونجي مغرفة هاي المبطن دونك كي كانوا يشويوها على البر على الكانون وفي الليل كان يخرج كالليزيتانسيل هذاك علاش منها هي تسميت انه ما كانوش يعرفوا لي هو بتنجان العباد اللي تعدى يقول لك البلاصه هذيك مسكونه فيها الجان دونك تسميت بيت الجان ومنها بتنجان به مدرب قرع دجاجه ولا لحمه مكتفه فرفوشه مدفونه فما برشا حاجات تبنينا برشا نرجع لفندق الغله وفندق الغله في سفيسه تنقول لكم علاش تسمى فندق الغله يا سيدي بن سيدك وبالطبيعه ما تنساوش راهو باش نحضروا غريبه بالشوكولاتة كما قال الشيف محمد ياسين غريبة برستيج فندق الغلة الأصل أصيل راجل جاي خارج في الحكاية الزمنية راجل جاي خارج مرته مش عارفة شنو باش طيب دونك يا أخي كلم مرته قال لها شنو باش طيب قالت له يا راجل شنو باش تقضي قال لها ما عرفش أنا راني ماشي للفندق نتاع الغلة كيما فندق العطاري ماشي لفندق الغلة يا سيدي بن سيدك حارت وما عرفتش شنو باش طيب رجعت
للكوجينه، جيت تشوف تلقى شويه اللحم مسلي. نحكي لك في الماكله القديمه، اللحم مسلي خذيت هرسته بالمهريس وحطه بشويه ملح بشويه ثوم، جيت خذيت شويه خضره، لقات كعبه نتاع قراعة، كعيبه نتاع بطاطا، كعيبه نتاع طماطم، وكل لحم هذاك زادته مكاتب ربي من كل الفحات وكل شيء. وخذيت في الطنجره من كل كعبه نتاع خضره حشيتها باللفاح نتاع اللحم. كي وهي كي وكلمها اخوها، قال لها راه باش نجي يعني نجي ناكل بحديكم. رجلها روح قال لها يا بنتي اش عملت، يعني اخوك باش يجي ضيف؟ قالت له عملت لك فندق الغله. وهي شنو هي فندق الغله؟ يعني من كل كعبه نتاع خضره غله، هذيك منين التسميه جات تاع فندق الغله. ثم زاد كيف تنجموا تقولوا لي الماكلات الزمنيه القديمه الاسامي اللي قلنا الاسامي هذايا اللي من قاع الخابية. هنا تنظروا هاني قاعد معاكم نوريكم كيفاش نحضروا كمالة الماكلة. بعد عم تفرجوا توا حضر الشربة وصوص المكرونة، تيجي يعني واحد خذيها كف وبعض البستاشي. هاكا باش قلت لكم يعني الحاجة الباهية اللي عندنا برشا برشا اسامي. بس سامحوني على القصان، صوت تاع القصان، عين سباني ورايا، سي بوكو بور ساتيسفوار، مانيفيك كوزين مالي. دونك نحاول بطبيعه نفيدكم بالحاجات اللي نعرفهم وعلى حسب ما حكيو لي. وراهو تعرفوا اللي المطبخ التونسي راهو ماهوش مؤرخ، هذاك علاش انا نحاول ديما بطبيعتي نحاول نحب ديما نحكي على الماكله الزمنيه، على الماكله من قاع الخابيه. ميرسي يا شيف وفيق، يعطيك الصحه. دونك حكينا شويه على الماكله الزمنيه القديمه، وحكينا على فندق الغله وتاريخ نتاع فندق الغله وعلاش سماوه فندق الغله. فما برشا تسميات، حكيت شوية على بيت الجان، على سميوه بيت الجان قبل قديما. الحاجة الباهية اللي نحاولوا ديما نفيدوكم بالحاجات اللي نعرفوهم، وهاكا فما تلاقح الحضارات سميوه يعني ما بين الناس الزمنية القديمة اللي تعرف السر. خاطر الفداوي ولا اللي كان يحكي الحكايات هذوما يا حسر توا ما عادش. كان قبل مثال في كل عبد العزيز العروي تسمع يتفرجوا فيه، بون يعني احنا فما شكون اللي خلطوا فما شكون اللي ما خلطش على عبد العزيز العروي. فما ماكله كانت مربوطه، القديد، الكركوش، العصبان، لوزف، جادوغ به، ميرسي بوكو. للناس الكل زاد كيف اللي خلطوا علينا، نقول لكم راهو باش يكون منيو حلو برشا ان شاء الله بقدره ربي. اخترت لكم هاوكا ديما تكون دباره سهله، وكل مره نحاول نفيدكم بالمنفعة. شيف اليوم عندك لو رول اون بلوس دو شيف تاع عبد العزيز الهروي، ميرسي بور لومبيونس. كلمة الدراع علاش؟ اي بالحق علاش ما تسألوش علاش تسميو الاسامي هذوما الكل، علاش تسميو هكايا؟ علاش لازم عندهم تاريخ، عندهم حكاية وراها. بالنسبة للاسامي اللي كنت نحكي عليهم من البوليس مكتف، من طاجين الغنجة كيف اللي بباذنجان. دونك فما برشا حاجات نصحلب. يعطيك الصحة شروفة شاب عزيزة، قريت عندك كوزين سيدي دريف ماستر توريزم من نوبة. اي سام في انورمون بليزير للناس الكل اللي قاعدين يتبعوا فيا، وحاجة باهية برشا نحاول باش نفيدكم مون بتي سافوار بالحاجات اللي انا نعرفهم. الجواجم علاش سميوها هاوك، علاش سميو بالحق؟ خلينا للي يعرف ينجم يجاوبنا، وان شاء الله نستنى في اجابه منكم انتم، باش خليكم تتفاعلوا معايا وتقولوا لي علاش سميوها مثال جواجم، علاش سميو الماكله المدفونه. دونك المدفونه سميوها مثلا على حسب الحكايه اللي حكاوها لي نتاع المدفونه، انها تطيب على نهارين. دونك ويقول لك يدفنوها، دونك يغموها ياخذوا قبل كل شيء. الاصل الاصيل سورتو بالنسبه للمدفونه يعني جوديو تونيزيان، فيها الجويف يطيبوها المدفونه، واحنا زاده كيف تونس يعني يطيبوها. ماكله زمنيه من قاع الخابيه. الاصل الاصيل اللي سميوها مدفونه انهم ياخذوا بارتي ينساوها يعني يبعدوا عليها، بارتي هذيك ياخذوا تراب يحطوا الحطب، يبنيو بشويه الطين نقولوا احنا، يحطوا الطنجره نتاع المدفونه يخليوها يكبوها بالجمر، يغطيوها بالجمر ويخليوها سله حتى لين على نهارين حتى لين طيب. هذاك علاش حسب ما قالوا لي زاد كيف نحاول انا نبارطاجي معكم ونقول لكم علاش سميوها مدفونه. دونك لابيلاسيون ديما نتاع المدفونه هاوكا واحد يعرفها وفي عطوش الموت على الحاجات الزمنيه. حاجات زمنيه والله ديما هاوكا نحاول نقول لكم حاجات زمنيه. وكنت بكري حكيت لكم على مثال على الدجاج
وتوا باش نحكي لكم على السلطه المشويه كيفاش اول مره تفرش فيك روحك كيفه ما شاء الله. دونك اللي عنده حكايه زاده كيف كيف ينجم يقول لنا ارفيا الفلفل الحلو. خديت فلفل، هاتوا نزيد نهبط شويه الكاميرا باش نوريكم. خديت فلفل تروا كولور، دونك خديت شويه من الاخضر شويه من الاورانجي شويه من الاصفر شويه من الاحمر. سورتو باللي كولور هذوما الكل راهو واحد يكذب عليك ياكل بعيني، تحبوا ولا تكرهوا. شيف بريبار نو سوري دانيو سيتو بلي. يا حسره يا وليد على سوري دانيو، يا حسره. بيان سور الماكله الزمنيه البنينه من قاع الخابيه توا جينيرالمون باش تجيكم استوس، وجربوها وقولوا لي رايكم في السلطه مشويه. برشا عطنا عليكم السلطه مشويه كيفاش قاعده خضراء. ها يا سيدي هذه السلطه مشويه، هاك الجراين فلفل قاعد اخضر، الثوم خليته شويه شويه يتقلى يعني بلوتو شويه ماهوش مشوي برشا. طماطم كهو ناحيه البصل برشا في السلطه مشويه يحضروا يعملوا البصل ويعملوا طماطم ويعملوا فلفل وثوم. نوريكم الطريقه نتاعي انا، نتوما جربوها زاد كيف كيف وقولوا لي رايكم. بازين بالقليه مرقه بخبز الشعير منثوث. هاي ليليا جاموسي ميرسي بوكو على لسامي الزمنيه من قاع الخابيه نتاع الماكله. نتوما زاد كيف كيف كان تعرفوش حكايه نتاع بلا معين اسمه مرتبط بحكايه، تنجموا تحاولوا تبارتاجيو. تفقدوا المقرونه شربه هيك امور هليقله به الكبكابو الكبامه. كنت حكيت شويه على الكبكابو. هاي سيدي بنسيلك مثلا الكبكابو، علاش سميوه كبكابو؟ الكبكابو سميوه كبكابو تيمنا بملك في اصل اصيل في افريقيا اسمه ايلا كابكابو. كان يحب الطبق هذا الكل، يحب الطبق نتاع الكابكابو. الجماعه اللي خلطوا علينا نقول لكم شنو المنيو عندنا. شوربه بالدجاج، عندنا سلطه مشويه، عندنا ستيك تاع بولي فاسون نتاع شاورما، وخبز نتاع كومباني. شويتهم على الكانون يا اخي. والله شو محلاه يكذب عليك، راهو الماكله الزمنيه باش تبان حاجه وسيرتو تبدا مشويه على الكانون. يا عيني دوب ليش ما نحكي لكمش. اما بالحق فما برشا حاجات اندثرت، برشا حاجات ما عادش نلقاهم. سلطه مشويه توا برشا ولاو ها وحطها في الفور ها وعملها مفوره، ما عادش تفقد النكهه والبنه نتاعها بالنسبه للسلطه مشويه. دونك نقول لكم اللي بالنسبه للسلطه مشويه الفيح هذاك تاع بعد نفوخوها ونزينوها وريكم كيفاش. كنت نحكي لكم على الكبكابو اللي تسمى تيمنا بالملك نتاعهم ايلا كبكابو. برشا اللي يسميوها الكبكابو يسميوه زاد كيف الحرايمي، هذا نورمالمون سيرتو في صفاقس برشا يسميوه الكبكابو، يسميوه الحرايمي. نتوما زاد كيف تنجمو تقولو لنا شنو هي الماكلة القديمة الزمنية من قاع الخابية؟ لا سامي نقولو احنا مشاكعبة في الماكلة. قلت لكم بكري مثلا ودين القاضي، كيب العزوزة، بوليس مكتف، لحمة محمرة، لحمة مجمرة، لحمة مكتفة، دجاجة مخيطة. دونك فما برشا أسامي. جعفر بونجور وتهرسها في المهراز. يا عيني مش تهرسها في المهراز، ما نحكيلكش حاجة عالمية على مقام النهاوند كما يقولوا. دونك بالنسبة ليكم زادة كيف التصديرة، توا نوريكم كيفاش نحضروا ستيك نتاع كولي تارتار. قصيت شوية بصل، هاكا شو محلى الكولوراسيون اللي موجودة في الصحن باش تلقاوها من بعد. عندنا شوية بصل، شوية فلفل أخضر، أورانجي، أحمر، أصفر، وعندنا كيف البولي تارتار اللي هو ديجا بطبيعته حاضر. ستيك نتاع بولي تارتار هو حاضر نتاع مليح. ماك بونجور مكرم دخلاوي، تهاي ليك يا أحلى شيف. دونك أحلى شيف مكرم. بالنسبة للمنيو الجماعة اللي خلطوا علينا، عندنا شوربة نتاع دجاج، سلطة مشوية، ستيك تاع بولي فاسون شاورما، خبز نتاع كومباني، ومقرونة بالدجاج، وغريبة. دونك غريبة اللي يسميوها بريستيج، زادة الغريبة باش تكون بالشوكولاتة. توا نوريكم كيفاش. جست هاني قاعد نحضر في المنيو باش هذايا كل سايا نحضر منه. الكبامة، القلاية، البرغل. دونك الناس الكل اللي سؤال اللي بكري هاكا نحكيو عليه، اللي فما ديزابيلاسيون سميهم برشا الماكلات الزمنية من قاع الخابية، نحاولوا احنا باش نعرفوهم وباش نفيدوا منهم الناس الكل. دونك خذينا الستيك نتاع البولي مفوح حاضر من مليحة، تلقاه في المخزن كله نتاع مليحة.
الشيوة نادر سليماني الشرمولة المقلقل بربي شيف اعطيني كيفاش جيت السيرة صحيح السيرة راهو دوك الفيرونس تكون السيرة ديما حية هذاك باش تجي بنينة بالنسبة للتصديرة جينيرالمون راهي فلفل وطماطم وعظم السلام عليكم تاتا ترابلسي عصبانة مايو هريسة مايو زادة كيف هاكا الأب الأب تخلع على خاطر وزادة اسمع الحمد لله يا ربي الحمد راهو مكرم الدخلاوي ربي فضلك يا شيف وبرافو يا برو ميرسي ميرسي بوكو عايش خويا الغالي يا احلى شيف مكرم دونك عنده صباط تبارك الله تغزل الحرير في الباتيسري شيف مكرم الخضرة باش نخليها زادة كيف حية باش نخلطها هكا شوفوا الألوان كيفاش تبدأ في وسط الصحن من بعد هذايا بالنسبة هاكا فيسع نحاولوا باش نحضروا باش يكون المنيو هاكا شغال الفطر يكون موجود آمنة أحلى شيف ميرسي بوكو شنوا فحات نتاع الدجاج دونك بالنسبة للفاح نتاع الدجاج على باز هو راقد يعني حاضر باش الفاح ثرثار موجود فيه شوية ثوم موجود فيه شوية معدنوس بالطبيعة كي نحاولوا نوريكم كل شيء وما يمسهل شيف وقتاش تعمل المخروض والله يعني نحاول قدرة ربي باش نحضر لكم برشا حاجات سيرتو في الايامات الاخرانية نتاع رمضان تسهل عليكم العملية دونك بعد ما تملكها كيف لاستوس انه بعد ما يتملكها الدجاج انقصوه شايف وقتاش تعمل المخروض هنا شنو هو باش تعمل بالدجاج ناخدو الدجاج بعد ما تملكها نقصوه نقصوه ونخليه باش يكمل الكويسون نتاعو فما شكون يقول لك هي تقصو قبل ما انا جي بريفيري وانتوما كيف تنجمو تعملوا على طريقتكم نوريكم الطريقه نتاعي انا تمركي الدجاج دوبلاش يشد روحو ومن بعد تقصو كيما تصير شاورما شاورما جينيرالمون يتمركى الدجاج يطيب ومن بعد يتقص مرحبا بيك وربي يخليك يا حاج باهي ربي عينك شاف باش نمشي نعمل المنيو هذا المنيو اللي الجماعه اللي خلطوا علينا دونك عندنا شربة بالجاج سلطة مشوية ستيك نتاع بولي خرسون شاورما عندنا الخبز الخبز نتاع كومباني اللي يسميوها نتاع البادية الدجاج هاكم تراو خرسون شاورما كيفاش بعد ما تماركة قاعد تقص الدجاج خدمة بيه طيارة وفاوة كيف راكم انتوما تنجمو تجتهدوا على طريقتكم هذايا مع شوية خبز لبنانية وشوية صواص ما نحكيكمش 66 كيف شوية حمص بطحينة تنجمو تحضروا برشا حاجات في الدار وراني فرحان برشا تعرف علاش فرحان على خاطر تبارك الله التوانسة الكل بحكاية الكونفينمون ولات الناس الكل تعرف الطيب ولا هو التوانسة تبارك الله من قبل عنده ذوق أما ولا ديفلوبي يعني نصورها بعد الكونفينمون ما حاش ينجم يعديو على التوانسة محمد هيا وين وصلت محمد ياسين سيلا شايف محمد ياسين دونك نكمل الستيك ومن بعد نتاكي الغريبة نحضر الغريبة كما سميت انت برستيج يعطيك الصحة على كيف تبارك الله شيف محمد سينسيلا يعطيه الصحة على لي روسيت اللي يعمل فيهم والنصائح هاو تبارك الله هاو الناس اللي تجيب الرحمة تبارك الله للوالدين كنت نمنح في الحوت العيد صابرينا شيف روسيت طحينة البارح وقت جا الموسم نتاع بنتي هيا الحمد لله بالله زغريتها على الجروب هاو ليليا جاها الموسم نتاعها ليليا جاها الموسم نتاع بنتها يعني بتو زغريتها والله فرحنا لك ونصور ارفيا اول واحده فرحتك سينو قالت لك لو بلون داكسيون هاو حاضر ريت محلاها تبارك الله ربينا الكبده في اللايف الحاجه الباهيه اللي الناس الكل تفاعل مع بعضها انا نحاول قلت لكم بعد ما تمركيو الدجاج تقصوه سمح لها الكولوراسيون نتاع الخضرة يا سلام شايف انا نسمع بالمدفونة وما نعرفش المدفونة كنت عطيت الوصفة نتاعها ما ينساش حتى نزيد نعطي الوصفة نتاعها سهلة وبنينة وحاجة رائعة برشا من وراء العقل ما نحكيكمش راهو كلمات الزمنية راهي تقعد عندها طابع وحده طابع بنين برشا شنو هو المنيو شبيك هربت ساعة قلت لك الفطور عندك اليوم وخاصة الحوت جوي
هاي يا سيدي، هذه الخضرة. دونك من بعد ما حضرت باش نخليها ريكوبيريها على جنب، باش تقعد كروستيون. شوف هنا، شوف اللهم صل على النبي. راه قلت لك عندنا خضرة في تونس راهم يحسدون عليها. يكذب عليك، راه يكذب عليك، يكذب عليك. باش ناخذ الكميلة نتاع الدجاج الكل اللي قصيناه، دونك مركيناه من الاول، من بعد قصيناه، نعاودو نرجعو الكوالا، خليوه سلة سلة. انا مازلت نستنى في الموسم هذي اول هما يجيبو بالك باه. ميرسي بوكو نجات. غول هاكا هاكا يا ليليا، ما تقولش ما فرحولكش في الجروب. واو ارفيات زغرب. دونك كنا كيما قلت لكم أسرة مع بعضينا، هذيك الحاجة باهية. هذي الدجاج هاكا حاضر، السلطة مشوية حاضرة، نطفو البلوم ترافاي باش نجم نجيب لكم الشربة هاكا حاضرة، السلطة مشوية هذيك بعد تهريسة في المهريز تعمل ستة سيكيف محلية كوزينة شيف. بالنسبة للخبز، خبز اخترت لكم خبز نتاع الكومباني الوردة بريباراسيون تاع خبز، إلا شطي فين منصور. منصور قاعد بحذايا في الصالة. الخبز بالنسبة للمقادير نتاعو كيما حكيت لكم المرة اللي فاتت، دونك على 500 بريباراسيون زيدوها 300 ماء و 11 غرام يعني ساشي نتاع لوفير بولونجير ومغرفتين نتاع زيت يكون حاضر. جوست خليوه يخمر هاكا باش يكون منو. باش يكون منو متكامل. والله تشاهي يا ربيع عسلامة. شاف رسيت ما عادش عاش عقبة لينا يجيبونا حتى. والله اش خاص نفكروا الرجال ويجيبوا لهم حتى حاجه يا شيخ محمد ياسين. والله بالحق يعيشكم الناس الكل والعاقبه اللي مازال. دونك حتى نسيت هذاك كيف يفكروا الرجال نورمالمون هكا يوافقني الراي. شيخ محمد ياسين باش نحاول نوريكم زاد كيف يا شيخ. راني نستنى في رسالة مدفونة بيان سور. راني نحكي راني من بكري وانا نحكي ونجاوبك على رسالة نتاع المدفونة. وقت الكويسون، وقت الكويسون تاع الدجاج فما لي سوك هذوما، هذوكم اللي يعطيونا البنة. دونك شنو باش نعمل باش ما يجيش الدجاج شايح؟ لاستوس اللي تراهم انتوما برشا يعملوها ماء خفة، انه يزيد شوية ماء. دونك شوية الماء هذاك من بعد حتى وقت الكويسون باش تصير بارد ما يفقدش برشا دجاج ماء. نحاول هاو اللي باري في البلون ترافاي باش نجيب لكم الغريبة. سير من بلي رسيت خبز العيد الله يبارك. عارف نحضر رسيت تاع خبز من بعد شوية نوريكم الخبز، وهاني قاعد نحاول باش نفيد الناس الكل. يدوك الكولوراسيون دوري بشوية ماء بركة كيفاش وليت عندكم كولوراسيون دوري. هذه بالنسبة للدجاج نفكروهم بالماكلة البنينة والكلمة الطيبة. شيف رايك والله حاجتي ناجينا شوية على المطبخ التونسي. راه فما ديكرياسيون يكذب عليك، راه بحكم انه لي ريسيت نو سون با كوديفي. هذيك الشيء اللي خلى انه المطبخ التونسي بلغتنا العامية مش حكاية ما مش ما عندوش هوية. موجودة الهوية سليم بن فلفلة مدفونة يا شيخ بيان سور. تنجيبكم بعد شوية على المدفونة. الدجاج هذايا نورمالمون توتو باني باش نحطو لهنا باش نيفيتي الريسك. نعمل قليلة زبرونة مع الصوص نتاع المكرونة نتفقدها. اللي هو سلة سلة نحيو البلون ترافاي مطفو.
فديما كما قلت لكم تحت البلانش ديما نحطوا بابيي باش نجموا ننظفوا. سهله العمليه. وانا قلت الكوجينه راه كوجينه غرام، كوجينه حب، كوجينه برشا 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 حاجات. راه نصوركم ما عادش الناس كل اللي تبارتاجي لافي نتاعي. كوجينه راهي كلمه كبيره برشا، وشي ولا في في الاحلام. انتوما زاد ما تنساوش عاد بارتاجيو اللايف كما قالت ارفيا، بارتاجيو باش المنفعه تحصل للناس الكل. ها يا سيدي هذيك هاك ها شاحت وحضرت الغرابه نتاع الخمس. نجيبو انا حديتهم على جنب هنا. بسم الله بسم الله وبالله ربي يحط رسيت مقروض باهي. اميمه بعث لي ميساج بريفي تاع نعطيك رسيت تاع المقروض. يا سيدي نوريكم كيما وعدتكم. الله غالب جو سوكيبي سي ديرني جور باه. نوريكم لاستيوس لتحضير نتاع الغريبه. وهاكا معايا شيف محمد ياسين يعاونني في حاجات. كان تبارك الله مادام سمعت اللي الغريبه برستيج دونك بدعها هو يعطيه الصحه وربي فضله. دونك نحاول كيما قلت لكم باش نحصل المنفعه على الناس الكل. هاكا نجاوب لي زومبورت بيس بين المطبخ التونسي من احسن في العالم، لكن اي ما فماش ميزون فالور نتاع المطبخ التونسي. عندي لي زومبورت بيس هذوما دونك تنجمو تحضروهم، تنجمو تحضرو بيهم، تلقاهم موجودين في الاسواق الكل. كيف كيف عندنا الموديل هذايا تنوريكم الطريق. دونك نزيد نذكر بالمقادير نتاع الغريبه، تلقاهم ان شاء الله باه تهب على كعيبه غريبه يا بنتي. هاكا الريسيت نتاع الغريبه الشيخ محمد اسينسيال ينجم يزيد يعطينا كلكو تكنيك ويفيدنا بالخبره نتاعو. يا شيف نحب طريقة الزواج باه وصوص تاع فريد مير باه ان شاء الله. اما توا قاعدين نحكيو على الغريب، ركز شويه في الغريب ومن بعد تنجيوك من بكري. نستنى في الغريب. هاي الغريب. هاي الغريب. دونك رسيت على الغريب على رتال الحمص مرحي 250 غرام فرينه، 250 غرام سكر محور، ججلين 50 غرام، ومع ججلين نزيدو ساشين تاع سكر فانيليا، و50 غرام من شاي، وكاس زيت اللي هو عباره على 100 مليلتر. باه هاو شوفوك حتى بعد رمضان ان شاء الله بقدره ربي. السلام عليكم شيف، نشكرك على الاستفاده، ميرسي بوكو. فينو السر نتاع صدم شويه شيف؟ كنت محرزيه نحكي عليه السر نتاع صدم شويه، تو بعد نزيد نعاود نوضح لك. خلينا تو في الغريبه، ركزوا في الغريبه في الشابيتر نتاع الغريبه، ومن بعد تعديو على الشابيتر نتاع المشوي. باه الصوص هذيك تنطفيوه خاطر سخن تبارك الله الكوجينه. يا مؤمن بكل تواضع، والله والله يا شيف الله يرحم والديك يعني يعطيك الصحه. نحب على الحوت قبل كانت الغريبه مضمونه هيك من غير كلام. اي بيان سور يعطيك الصحه يعني على الفايده اللي والحاجات البلوس اللي تعملوا. وانا من موقعي واي انسان عنده حاجه يعرفها يحاول يفيد بها الناس الكل. دونك قبل كل شيء لم العجينه والا نظبطها. ودو بريفيرونس كيف كيف راهو برشا يقول لك هاكا الحمص ما بالغريب هي الحمصيه في صفاقس. بونسوار شيف. برشا راهو يقول لك العجينه راهي مازالت يابسه. العجينه راهو لازم تخدمها شويه باش تسيب زيت كان فرحات الحياه مرتين، سينو تصبتها باش تخرج الزيت نتاعها. انا هاكا نحاول نوريكم على الطريقه نتاعي انا بيان سور، الطريقه نتاعي يعني من بعد نتوما قولوا طريقه نتاع الشيخ مؤمن. جربوا الطريقه كان عجبتكم بالطبيعه ان شاء الله تعجبكم وتحصل الفائده للناس الكل. واللي عنده زاد كيف ينجم يعاوننا. ها قلت لكم تبارك الله ما شاء الله منور لايف اليوم معنا محمد ياسين سيالة، الشيخ محمد ياسين سيالة اللي باش يعاوننا بالليزاستيس وبالتكنيك نتاعو. وحاجه باهيه برشا هاكا المنفعه تحصل للناس الكل. دونك اول حاجه هاكا نحلوها بالنسبه لينا هاكا نحلو العجينه. اخترنا العجينه نتاع بوتيتو مش العجينه يعني الغريبه نتاع الحمص. خليناها نوتر وخذيت بارتي نتاع يا خي ساكتين بلاش فضايح يا عمي. خذيت بارتي اخرى من الغريبه يعني من الحمص المرحي اللي خلطناه بالفرينه والسكر المحاور والجلان والشاي والسكر فانيليا والزيت. زدتو الكاكاو باش نوريو الطريقه نتاع التحضير. دونك كما يقولوا عمليه واحد اثنين عمليه سهله.
سهله مهله المفيد انتم من بعد تستفادوا يعني بالطريقه نتاع التحضير. لاستوس بالنسبه العجينه الاولانيه هاوكا حليتها وصبتها شويه بيدي كما تراو، وهنا زدت فيها شيف سلم عليك ولي ابو خريس به جربت انا جيت بينا تهبل يا شيخ مؤمن راهو غمني وقت سالته كيفاش تعمل صباح بالعسل. والله يا هوكا ليليا راهو حتى كان ما جبتكش انا نحاول نجاوبكم بعد يعني حتى لو كان نسيت مي سينو هوكا اللي 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 ينجم يعاون خاطر ما نجمش نحضر هذايا لايف يعني ما نجمش نحضر ونقرا الكومنتات ومام تو مي هاكا والله جيسي يعني نجتهد واحد عروقات وشرطله كما نقول لك فهمت نحاول نجتهد باش نوريكم الطريقه نتاع التحضير نتاع سيرتو منيو كامل متكامل فيه برشا حاجات. دونك نجيب الباتو باتو باش نخليوها بوحدينا باش نحطو لهنا هذا البلاتو نجيبو بابي كويسون بونجور جيجي بونجور احلى شيف طلياني في تونس بون معاش شيف طلياني ولا شيف تونسي جيجي سايي ربي نقولوا احنا تونس ربي يحبها وتبارك الله في المنصور يمسح الحق الطبي شحور شنو كان المقليه ورا العسل ما يتلمش وكان حاجات اخرين تخف العسل مقدار ماء خفيف وتغليه لخمس دقائق. ماما اللي كانت في ليبغي نتاع سيدي عبد اللطيف وفاء بوخريس سلم عليها وفاء الوالده ربي يفضلها لك وربي يفضل لكم الوالدات الكل وسيرتو نعرف اللي توا في الايامات الاخرانيه نتاع رمضان برشا انسان الكبار يعني جدودنا ولا امهاتنا يحضروا الحلو وكانت عاده ما يلا هلا سوا صارت حكايه الكونفينمون انا اوني ساي باش نفيدوا بها الناس الكل به شو عليكم زوز طرق دونك ليتاب الاولانيه سهله عندنا كيما قلت لكم لومبورت بيس هذايا الموديل هذا ومن بعد الديكوراسيون راهو قال كلمة زمنية نظبطها باش كوتون شيف من فضلك معلم شيف كمل هكاكا يعطيك الصحة ميرسي بوكو شيف ياسين يعطيك الصحة. دونك لي طابل الأولانية على حسب زادا اللي هي تو موجودة حتى في الكونسي فاز ولاو يبيعوها ولاو يحضروها يحضروها ناخذو ننزلو من هنا نبريسيو من هنا هكا. دونك ريتو باش نفسر لكم باللي تاب باش يسمع يا شيف مواطنين بالخارج يتبعوا فيك تحيه للمواطنين بالخارج اللي يتبعوا فينا الناس الكل اللي يتبعوا فينا في تونس وخارج تونس ونقول لهم ربي يفضلكم وان شاء الله ترجعوا لنا سالمين غانمين. دونك نحاول باش نوريكم لي تاب الاولانيه باش تفهموها من شنو كيفاش ال سو كومبوز. دونك لي تاب الاولانيه ريتو الفورمه نتاع النواره هذه الاولانيه دونك باش نعملوا نواره لهنا من الحمص المرحي وباش نعملوا نفس التاب باش نوريكم بالسياسه بالسياسه مادام المنيو ركبناه تبارك الله نوريكم التاب ومانيش باش نكومبوزيها يعني هي نورمالمون كومبوزيها ثلاثه فرد وقت انا باش نوريكم كيفاش باش تحضروها بطريقه معينه ما هي هذه التاب الاولانيه باش تعرفوها كيفاش كومبوزي برشا يقول لك كيفاش الشوكولاته جات في الوسط. دونك هذا التاب الثاني هذا جات الشوكولاته في الوسط باه ها يا سيدي ونعاودو ليتاب اللي من بعد هاك ليتاب اللي من بعدها راني نحيتها من المول من لومبورتي بيس نورمالمون نعملو ليتاب هاذيك الكل في وسط لومبورتي بيس. دونك باش تعرفوهم كيفاش كومبوزيها باش نوريكم بيدي هاذيا ليتاب الأولانية فيها الحمص المرح وهاذيا الشوكولاتة يعني الحمص مخلط بالكاكاو وهاذيا ليتاب الثالثة هاكا الحمص. أما الكلها تتعمل بطريقة يعني وحدها تتحط باللومبورت بيس يعني نعملو واحدة اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة يعني واحد تكون ها هي فرد مرة باش نوريكم كيفاش باش تكون تبريسيو عليها هكا من بعد ها هي. أما وريتكم الطريقة باش أموان نتوما تستفادوا وتحصل المنفعة للناس الكل ريتو العملية نورمالمون الكلها تكون كومبوزي في لومبورت بيس مي انا حاولت باش نسهل
الطريقه باش حدا كي يتفرج واحد يعرفها. العمليه العمليه الاولانيه ان تكون في الحمص النوتر، دو تكون في الحمص اللي مخلط بالكاكاو، وتروا تكون الحمص النوتر. فهمتوا العمليه؟ اما كلها في وسط لومبورت بيس، يعني تكون حاضره في وسط لومبورت بيس، ان دو اي تروا. فهمتوا العمليه؟ هذه هي ليتاب الاولانيه. باه باش نعاود توا طريقه بالنسبه لللومبورت بيس باش تكون موجوده هكا. هاي ريتوها ريتها زيت لومبورت بيس، ونعاود نرجع ونعاود العمليه هكا. ريتوها الكل ريتك ليتاب الاولانيه اللي وريتها لكم اللي موجوده، هزيت بالوحده بالوحده وقسيتها، هذه كلها موجوده صحيح في الصوره من القالب يلصق غطسوه في النشا والا الفرينه. دونك بيان سور كيما قال الشيف محمد ياسين سيالا، نغطسوه في النشا ولا الفرينه بطرف زاده كيف كيف تكنيسيتي. يعني هاوكا لميتهم ثلاثه مع بعضهم، نحطوا بالبوم نتاع اليد لهنا هكا، ننزلوا دوبلاش باش يتبريسيو ثلاثه مع بعضهم، ومن بعد نخرجوها هكا. شوفوا اللهم صل على النبي، الفورمه هاي خرجت بريسي. دونك وريتكم ليتاب الاولانيه اللي هي الكومبوزيسيون، تكون كومبوزي من الاول بالحمص نوتر، الحمص والكاكاو، ومن بعد الحمص هكا. ولا شيف محمد ياسين سير نورمالمون هذا هي ليتاب، وتختلف بطبيعه الرسات. يعني السلام عليكم، ربي شكرا كيفاش عملتها الشوكولاته؟ راه خديت جوست شويه كاكاو زدته لل الحمد رسول الله للعجينه نتاع الحمص، ومن بعد عجنتها. وكيف كيف بالنسبه ليكم انتم زاده كيف كيف نجموا تحضروا هكا بالوسط لومبورت بيس. هذا هي ليتاب اللي قلت عليها بكري، وتنفضوا لومبورت بيس باش من هالكوش كزينه البنينه نتاع الغريبه اللي يسميوها غريبه برستيج. وتحيه للشيف محمد ياسين سيلا. دونك هايك حاجه سهله كما قالت ارفيا، حاجه سهله مهله باش ننزلوا بالدوبليش هكا نكوندونسيوها، ومن بعد نخرجوا، وما شاء الله حاجه ولا في الاحلام، هيك حاجه باهيه روعه. نورمالمون نصور هاوكا المنفعه تحصل، المنفعه بالنسبه لينا للغريبه. نكرر لكم نفس العمليه هيك نفس تكنيك، مي باش نسيباريها باش نوريكم ليتاب كيما وريت ليتاب اول مره. يعني توا باش نسيباريها، مانيش بطبيعه مانيش باش نزيد نحطهم في وسط لومبورت بيس. انتم زاده من الفوق راهو لهنا، هاو من الفوق تنجموا تزينوها بالبيستاش، من هنا تنجموا تزيدوا تحطوا بيستاش، ذوبوا شوكولاته. امينه تبارك الله شيفين تونس، تحيه شيفين تونس الكل. جرب القالب من جهه الاخرى تجي اسمح، الله يبارك لك باش نجرب. انتم من فوق كيف تنجموا ذوبوا شوكولاته وتحطوها من فوق. وهاو باش نجربوا القالب من جهه الاخرى. دونك باش نكرروا العمليه، بسم الله. دونك هاكا احنا نحاولوا نفيدوكم بال السافوار فير، وانتم من بعد تجتهدوا. يعني تنجموا تحضروا، بيعطيك الصحه شيف، مشابه الغريبه صحيح. التكنيك اللي تقوم به باش العجينه الكحله ما تخلطش مع البيض. دونك العجينه اللي بالشوكولاته، دونك نحاولوا نحلوا شويه في القالب باش ينجم ياخذ لنا الفورم الاخرى. لحظه بركه. دونك اول موديل زاده كيف كيف هكايا. شوفوا محلاوها كيما يعطيك الصحه شيف محمد ياسين. هاكا بالومبورت بيس تنجموا تعملوا العديد من الفورمات الشبابه الباهيه نقولوا احنا. المفيد انتم المنفعه تحصل ويستفادوا الناس الكل. دونك انا من ناحيتي نحاول بالوطن العامية ما ندخلش عليكم في لي تكنيك، وهاو باش نعاود لكم كعبه اخرى. دونك لي تابلو لاني نحطو هاكا، نهزو هاكا باش نوريكم بطريقه هاكا. نهزوها هكا نحطوها في الحمص اللي بالكاكاو. هاو ها لي تاب الثاني، هذا الحمص بالكاكاو. Vous pouvez nous donner les mesures de la pâte, s'il vous plaît. Ben, on s'est noyé avec le bezouza ou le fosse de carvia. Donc, on va donc faire le nafs. Amalé. Aïe, c'est dit. Aïe, hack. On s'abtoit avec le pomme de la liédna. Hack. On va le pression à l'air, je vais le faire.
بسم الله وبالله. هاي كعبة عالية بنينة تعمل 66 كيف هكا لقيتوها ولا لا؟ دونك انتوما زاد كيف كيف تنجموا تبارتاجيو باش المنفعة تحصل الناس الكل، تبارتاجيو اللايف، تاجيو صحابكم، تاجيو احبابكم الكل. هاكا مشرفة سيرتو هاكا جاية فورمة تنورة، وان شاء الله الناس الكل في الوسط كعبة تنجم في الوسط راهو داو شوكولاتة. انا اخترت ابار شوكولاته، اخترت لكم حاجه باهيه، فما موديل هذا ذوقوه. دونك اللي هي كريمه تارتيني، كريمه تارتيني فانواز. دونك عندنا بالبوفريو كاكاو الحليب، وعندنا بالبوفريو الكاكاو. تنجموا ذوقوهم وتخلطوهم سيرتو مع الغريبه من فوق، يعطيو حاجه باهيه. بار ميزور لي زانغيديون، ميرسي مي لو غاتو ني با ترو غرو، ميرسي وصحه ايدك. ميرسي بوكو محمد ميام ميام. دونك كيما وريتكم هاكا فما بليزيور موديل، نعاود نوريكم كعبة أخرى باش هاكا المنفعة تحصل للناس الكل. نحطو أن دو لهنا في ال... ونعاودو في التروا. ها يعني ما أسهلش. هاكا هاكا كيف باش تراو انظرو لي ريتو من هنا هاكا هاكا، هذايا الأولاني وهذايا الأولاني، وفي الوسط الشوكولاتة. وكان تحب تبدل كاكاو تولي ترحي فستق وعجين وتخلطو معاه وتبع نفس المراحل. يعطيك الصحة شيف محمد ياسين، وجدان جرب يعطيك الصحة شيف. دونك هاكا من بعد بركل شيء نفضو لونبورت بيس باش ما يتخلطوش زوز عجين بالبوم تاع اليد. بربي قداش عملت سكر في الكيلو حمص والكاكاو مر. جوس بالنسبة للكاكاو راهو الكلا، تنجم تاخذ الكلا وتحضر بيه الغريب. باش نوريكم طريقة أخرى سيرتو باش نحي هذوما زوز توا من هنا من قدامنا كيما يقولوا، ونوريكم طريقة أخرى نتاع الغريبة، صوابع نتاع الغريبة. دونك بالنسبة بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي ما شاء الله. نوريكم طريقة ثانية نورمالمون كيما ستيل المقروث بالنسبة للغريبة كيف كيف. انتوما زادة حتى بور ايفيتي أي حكاية يبقى شنية تبقى الوسطانية شيف ياسمين دامك برافو. دونك انتوما زادة كيف كيف راهو نعطيكم تكنيك أخرى سهلة تنجمو تحلو على بابي كويسون بور ايفيتي أي نقولوا احنا ريسك. هذايا توا باش نعملوها كيما ستيل المقروض السويبه نتاع الغريبه. خذينا بودان نتاع الغريبه نتاع الحمص، زدناه الكاكاو كيف كيف، باش نحطوها في الوسط. وتوا باش نسكروا عليه وباش نلموه بسياسه بسياسه. دونك نحاولوا نلموه ونرميوه بسياسه بسياسه كيما ستيل بالضبط المقروض. مي مفيدة هذيا نوعية أخرى نتاع غريبة، شايف بربي غريبة فرينة بركة كيفاش ما تجيش يابسة. جرب الروسيت نتاع الغريبة نتاع الفرينة وتو من بعد بقدرة ربي تعطيني رأيك في الروسيت. الروسيت أنا بيدي جربتها وكانت حلوة برشا. دونك من بعد ما نحطو البودا كيما ستيل المقروض نزيدو نحلوه نروليوه هكايا، نحيو بطبيعة الديشي نروليوه. وراهو العجين على قد ما نخدموها على قد ما هي تسيب الزيت نتاعها. الحاجة الباهية اللي انتوما زادة حمص وكاكاو به بديع عموس بونجور للناس الكل اللي خلطوا علينا قاعدين نحضروا في الغريبة. من بعد نسحقوا كوتو سكينة قصوها جويدة هيك على قد ما احنا نطولوا ديجا تكون حاضرة. نجبد كوتو زهرون يعطيك الصحة شيف، يعطيكم الصحة الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فيا. شيف محمد ياسين سيلا زاد كيف كيف يعطيه الصحة اللي قاعد معانا اليوم في اللايف وقاعد هاكا يفيدنا من خلال خبرته. دونك هذايا موديل آخر نتاع غريبة هاكا هاكا، ومن بعد نعملوا لك تشليطات الخفيف، ثلاثة تشليطات ميم سي لتوا ما عرفوش علاش يعملوا ثلاثة تشليطات لسينا هذوكم. الروسيت تاع غريبة دونك رطل حمص ملح عليه 250 غرام فرينة، 250 غرام سكر محاور، زجلين 50 غرام، 50 غرام نشي، وواحد سكر فانيليا، وكاس زيت اللي هو عبارة على 100 مليلتر. دونك هذايا بالنسبة للغريبة نتاع الحمص، الغريبة كيما سميوها كيما سميها الشيخ محمد ياسين سيالة غريبة بريستيج، غريبة بالشوكولاتة. وقلت لكم هذايا من بعد السوابع نجمو نذوقو شوكولاتة ونحطو من فوق. يمينة بونجور شيف يا لطيف عليا ديما أون في جرد. دونك يمينة ما فما حتى شيء، تعاود تنجم تفرج على الرديف.
نجم نعبيو حفرة نتاع الغريبة باش نعبيوها بالشوكولاتة، نذوبولها شوكولاتة باش من الفوق يعني هنا في الكعبة نتاع الغريبة بالفوق من هنا نذوبو شوكولاتة، نجم نحطو بيستاش. تحية ليكم كل اللي قاعدين تابعوا فيا، رانا توانسة ونحبوا تونس. رد بالك على الشربة، ظهرلي نجحت لا مازالت الشربة هاكا الفوليوم حط لهنا. ميرسي بوكو يا ليلي، يعطيك الصحة. شوكولاتة ولا فيك كيما قال الشيف محمد سينسيالة. انتم زاد يعطيكم الصحة، بارتاجيو اللايف، تاكيو صحابكم الكل، خلي يعرفوا هكا حلو نتاع العيد كيفاش يحضروه باش المنفعة تحصل المفيد هكا الناس الكل تستفيد. انتم حاولوا بارتاجيو. باش نلمها فيسع فيسع باش نوريكم كمية الخبز باش المنيو يكون حاضر، ونوريكم هكا موديل كيفاش تكون الشوكولاتة. ريتوها شوكولاتة ولا لا؟ هاي من الداخل تكون فيها يعني الغريبة في وسطها شوكولاتة كيما المطروط بالضبط نفس الحكاية. دونك قاعدين كيما قلت لكم هكا حضرنا غريبة، موديل آخر نتاع غريبة، غريبة اللي يسميوها بريستيج. تحياتي الناس الكل من خارج أرض الوطن من تونس. أسامة باي بونجور، بديعة عموس مش لازم نرحيوها في الماشين بيان سور، بديعة حضرناها ورحيناها في الماشين مرتين ولازمنا نثبتوها كيما قلنا باش نكمل الكعبة الأخرانية ونحطوهم ونتلهيه بالخبز باش المنيو بتاعنا تاخذ 80 غرام فوسطة ترحية عجينة وتزيدو مع نفس الخليط وتجي كيف بنفس المراحل. يعطيك الصحة شيف محمد ياسين. دونك نحاولو نحيو زي الكل اون ليبير لو بلون دو ترافاي اما شيف ريسيت بوليت 3 كولور باه علاش مش تشليطين هذاك علاش سلام بكري قلت وقت اللي شلطنا تبدا تشليطات تاخد علاش ان شاء الله تبدا تشليطات مش تشليطين. حاولوا نحيو في البلون دو ترافاي الكل، نظفوا البلون دو ترافاي هاكا المفيد المنفع والفايدة تحصل الناس الكل حتى تثبت بيدك هيك في بالطبيعة. شاف شنية زيادة في البات بالشوكولاتة، البات راهو حاطين كاكاو وكيما قال الشيف محمد ياسين تنجم تزيد شوية بيستاش في بلاصة الكاكاو باش نحاولوا ننظفوا كيما العادة البلون دو ترافاي ونتلهيو بالخبز. كيما نعرفوا تبارك الله مع منيو كيما هكا ماذا بينا يكون موجود الخبز. باهي حنان ترودي بالنسبة للكاكاو دو بريفيرونس كاكاو مش شوكولاتة بالنسبة للوحدة للروسيت. شايف ما تساليش الشوكولاتة تدخل الفور الغريبة لا 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 الديكوراسيون يا سرور راهم بعد الغريبة ما تطيب بعد نذوبولها الشوكولاتة يعني مش 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 في وسط الكويسون خاطر الشوكولاتة هاكا نحطها في وسط الكويسون ما عملنا حتى شيء. بربي الغريبة كيفاش بها نقرا فيسا فيسا الغريبة كيفاش نعملو باش ما تحلش برشا بعد ما تطيب شنو هو السر؟ جرب الرسالة هذيا وقول لي شنو رايك يا مينا. نورمالمون تجيك غريبة طعم 66 كيف كاو راهو ما يذوبش. غريبة نتاع شنو هو الغريبة؟ غريبة نتاع حمص بالشوكولاتة. نرحيوها دو بريفيرونس نرحيوها مرتيب الماكينة وهاو ار في ار قالت ثلاث مرات ما تكثروش الرسالة هايكا موجودة. قلت لكم يعني كاس نتاع زيت عبارة على 100 ملل نتاع زيت. للي يقول اللي الغريبة ما تسيبش الزيت نتاعها جوست اخدمها دو بلاش تو تسيب الزيت نتاعها يعني ماهيش الفايدة اخدمها صبتها تو الشوكولاتة تحرقت بالطبيعة ليليا اللي تعب علاش غريبة نتاع حمص كاكاو سان سكر كاكاو الكنا ولا عمير تنجم تحط وبنينة برشا راهم بعد مع الغريبة تجي بنينة برشا. دونك باش نجيبو نوريكم الخبز نكمل لكم العجينة نتاع الخبز. الشربة هذيك نورمالمون باش نطفي عليها سهلة كان للرميان. الصوص نتاع المقرونة هيا حاضرة سلة نوريكم الخبز فرد مرة وهكا باش المنفعة تحصل للناس الكل. جست نوريكم كيفاش في وسط البلاتو الأشكال كيفاش تجي نتاع الغريبة وانتوما جربوها بالحق وحاجة حلوة برشا سيرتو في العيد وبأقل تكاليف وبنينة برشا. دونك بالنسبة لل شايف ربي شنيا أحسن وأبان كاكاو اللي شريتهم كل صبة ماهمش بنين. باه بعد ما ترتاح مرتين شايف قداش لازم تخليها ترتاح مينيموم. جاه ربي غريبة الحمص نورمالمون تجي كروكون ولا تريهي أصلا شنيا لازم تكون غريبة نتاع حمص. بانواز ميساج كي نعجنها توا ونخدمها من بعد ميساج فما حتى مشكلة مغطيها باش متحلكش خاطر كان شاحت راهو معملها حتى شي بالنسبة للغريبة
جوست قهوه باش نحضروا الخبز للجماعه اللي خلطوا علينا. دونك المنيو شربه بالدجاج تضم شويه ستيك تاع بوليه فاصون شاورما. وعندنا خبز اخترت لكم خبز نتاع البادية. هو البريباراسيون حاضر على 500 غرام نتاع بريباراسيون سبيسيال بان. نزيدوها شاف ليلى جايه نتعشى. مرحبا اخترنا لكم بريباراسيون بور بان باديه وباش نزيدوها 300 ملل نتاع ماء وساشيه نتاع خميره وبريسك وملح ما نساوش مغرفتين نتاع زيت. هذايا بالنسبه للبريباراسيون نتاع الخبز. جيبوا بلاطوك العاده دو بريفيرونس تو ناخذ بين البلاطوات البلاطو هذايا فيه الخبز وهذاك يكون الغريب. هاو بلاطو الخبز قالوا لي ما عملت من قبل نعرفكم انتوما اما المره هذه باش نعمل زوز به. هاكا تو باش نحضروا بعضنا الخبز. نجيبو بيه كويسون في العاده نحط فيه الخبز نحط الاحمر سورتو الحاجه الباهيه اللي توا في البابي كويسون دونك ولا يسهل لنا الخدمه نتاعنا مش كيما قبل. هادينا شويه فرينه هنا الرولو. هكا كل مرة نحاول باش نحضر لكم خبز نتاع العيد وما تراه نطبخ في النصاح من جميع الخبرة في اللبرة هربيا. دونك أول حاجة ناخذ شوية فرينة. بالنسبة للعجينة هذيك زيوها هاي هنا هكا نحيوها من هنا. دونك العجينة بعد ما حضرت وخليناها ترتاح توا باش نعملوا الفاصوناج نتاعها. بالنسبه للفاصوناج به هيب قداش تقعد طيب الغريبه. بالنسبه لطون دو كويسون نتاع الغريبه نتاع الحمص تستحق باش تطيب بريسك من 15 ل 20 دقيقه على نورمالمون 140 150 درجه. شفت هادشي مخروط القروان كيما يطيب. السلام عليكم الناس الكل اللي خلطوا علينا. دونك نحاول بالنسبه ليا انا زاده كيف نحاول نعاونكم ونفيدكم بالحاجات اللي نجمو نحضروها. دونك باش نحضروا هاي من 20 و 50 وبين 20 قلت 50 دقيقه 20 و 30 دقيقه على 150 درجه. دونك توا باش نحضروا الخبز. ميرسي بوكو شيف محمد اسينسيال. بالنسبه للتحضير نتاع الخبز كنا قبل حضرنا النوعيات الكل نتاع الخبز. كل مره نوريكم طريقة. فما شكون شوفكم اون بريبار البوراتا. شافوا لي جلاسي ولي جلاسي كيفاش نحضروا البوراتا. تو نجاوبك ميساج بريفي جاوبنيش على سؤال لو سمحت شاف ما جاوبش معايا الحمص المرحي نتاع الغريبه ما تعرفش كيفاش نجم نعمل الحمص المرحي وحدي. سهل الحمص تعرجه سميره. دونك تعرج الخبز الحمص تعرجه بعد تهز ترحيه. هذايا بالنسبة للحمص هو الغريبة نتاع الحمص كيفاش هو حمص مرحي. به باش نفاصونيو البوليت نتاعنا هكايا تنوريكم من بعد كيفاش باش نزيدو نحضروهم نقبوهم مليح مليح. به بربي ما جاوبتنيش يا اخي غريبة الحمص هي لازمها تكون كروكونت ولا عادي تبقى طرية. والله هي ما تكونش كروكونت وما تكونش طرية برشا بالنسبة للغريبة نتاع الحمص. نورمالمون هاو تو يجي يزيد الشيف محمد اسينسيال يقول لك لازم تحمص وترحيه في الطاحونة. الشيف محمد ياسين هي مش في تونس راهي سهلت على الغريبة خاطر هي ما هزتش معها هي لبرا خارج الوطن. دونك تلقى هو والله يجي المويا تلقى الحمص موجود حمص ملحي راه هي لازمها خفيفة مش يابسة ما تكونش يابسة. دونك تو قاعدين نحضروا في الخبز كيف نجمو تكبروا على الخامة. ما نوريكم هاكا الطريقة كيفاش يكونوا لي بوليت نتاع الخبز. مالك حق بشفيليكم الناس الكل وجربوا سيرتو لي روسيت. ونذكركم اللي قاعدين نحضروا في منيو كامل تبارك الله الايامات الكل هاو يعني تعداو رمضان كان خفيف الروح. نشكر الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فيا. تبدا هشوش هبه تبدا هشوش لدينا ياسي. به بالطبيعة نحاولوا لي بوليت الكل نعملوهم فرد فورمة ونحطوهم يخمروا. عندنا خاصية في الفور
في الفور سيرتو الفور، علاش قلت لكم في الكوجينه تنجموا تدلوا رواحكم برشا حاجات، بوكو دو ديكيبمون في وسط الكوجينه يعاونوكم برشا برشا باش تحضروا المنيو بربي سلام. مكونات الغريب، الحمص اللي شريته نجم نعرجو شويه في تيفال على الغاز، بعد تراك موجود برا دونك موجود نورمالمون الحمص والخبز والحمص الكل شوي على بعضه. رسيت على غريبة رطل حمص مرحي عليه 250 غرام فرينة، 250 غرام سكر، زجلين 50 غرام، نشي 50 غرام، ساشي تاع سكر فاني، وكاس كاس تاع زيت اللي هو 100 مليلتر به. اي سيدي هذوما كعبورات نتاع الخبز. كي ما لقيناش في بلجيكا فرينة نتاع حمص نورمالمون تلقى موجودين، راهو عند كل تراك وعند كل زيرية وعند المغاربة راهو موجود الأنواع الفرينات الكل. ننظو بلون دو ترافاي، هكا لامازون زادا موجود، المغاربة عندهم موجود نورمالمون، نتصور موجود راهو الحمص. باش ناخذو بالبوانت تاع كوتو كيف كان عندنا لعم يكون موجود، والحاجه اللي نجم نوريها لكم اللي كان تراو الكعب الكعبوره كيفاش عملت، خديت سكينه وبليتها بشويه ماء، انا ما حبيتش نخرج للخارج خاطر ما عندهمش حتى حمص مرعي. والله والله الخارج موجود الحق للامانه، موجود كل شيء للامانه، واحد باش يكون وطبعا توا في الخارج الكل شطروا عرب يعني توانسه تيريه مغاربه، ما عادش خارج اسمه ولا عباره مناطق داخليه، ولا الخارج الكل تمشي بالحق لاوروبا منطقه كان عرب. دينا ياسين انت هي الخارج ما تجيكش كروكونت به، محمد حسني من تونس ايطاليا روما، مره قادمه وصل بسكويت بالتمر تو كي خلطت شنو حضرت يا شيف، حضرنا دونك شربة بالدجاج صدام شوية ستيك تاع بولي فاسون تاع شاورما، خبز راني توا قاعد نحضر فيه نفاسوني فيه باش نحطو يخمر، ومع الخبز حضرنا مقرونة بالدجاج. قلت لكم بالنسبة للصدام شوية باش نعطيكم التكنيك باش تكون الصدام شوية خضرة، فما برشا قبل بهذاك اللي بيك ساعة لاتراك به، نحط الخبز يخمر ومن بعد عاود لنا رسيت على الخبز. رسيت على الخبز عندنا بريباراسيون بور بان كومباني فيها 500 غرام، على 500 غرام باش نحطو 300 مليلتر نتاع ماء، باش نزيدوها مغرفتين نتاع زيت وساشي نتاع خميره و10 غرامات نتاع ملح. هذايا بالنسبه للرسيت نتاع الخبز كيما قاعدين تشوفوا فيه. لافونتاج تاعو باش نحطوه يخمر كيف موجود في الفور، حاجه بسجلين نحطو مع الخليل شنو تحضر شيف، نحضر شوربه بالدجاج صدام شوية، ستيك دو بولي فاسون شاورما، خبز، مخرونة بالدجاج، وغريبة، خبز اليوم هذا نعرفوه في صور متحرك. هاي الخبز اللي طول تلقاه شيف محمد ياسين سيالة، نورمالمون ما نهزهاش الخبز بعد ما فاسونيتها، أما نوريكم الطريقة كيما تلقاها في الصين هكايا في التصاور بتاع الصين، حاجة هايلة برشا. باش نحط الفور يخمر الخبز، فما خاصية زي كيف موجودة في الفور تخليه يخمر. ونجاوبكم على الحاجة على المشوي به. هاكا واحد يقول لك هاكا واحد يجيب الخبز يحضر خبز بالعرق نتاعو، نقولوا احنا بعرق جبينو، هاكا تبارك الله تعبين وربي نقولوا احنا يعاون الناس الكل اللي قاعدين يخدموا واللي قاعدين بعرق جبينهم كيفاش نقولوا احنا يجيو ورا الخبزة. دونك هاكا اليوم ما يجيوش ورا الخبز، الخبزة باش نحضروه في الدار. نحط الفور يسخن، في خاصية زادة كيف بالنسبة للفور، بسم الله باش نحطو ميم با ربع ساعة باش يخمر، باش يخمر شوية ومن بعد نحطو يطيب بالنسبة للخبز. هذايا
هذا اللي تعرفوا راني حطينا الخبز يخمر به بيستولي خبز نفس شوية البرسيانة. اي والله ما بالحق غطى شوية سامية بالالماء ما نفهمش. خبزة تجري علينا والله. اي اهلا شيف بلي هذا بان بريوشي لي مش بان بريوشي بان بريباراسيون بور بان كومباني الوردة سهلة فيسع فيسع هاكا يحضر عنا خبز سيرتو توا ماذا بينا نحاولوا ننوعوا دونك ناخذ خبز في سيريال خبز كومباني هاكا موجودة تبارك الله حاجة باهية. نعطيكم لاستيوس بالنسبة للسلطة مشوية بكري كنت حكيت عليها شنو هو الفرق قبل السلطة مشوية راهو تشويها عادي على الكانون ولا على الغاز دو بريفيرونس مي ما تحطش في 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 ساشي ولا كيما يسميوها ساشي ولا شكاره ولا حاجه احنا كنا نغطيوه دونك تجي عباره جي عباره نقولوا احنا مفوره دونك تاخذ الاستونسيل اللي باش تحط فيه الكاسرونه ولا حاجه تحط فيها الفلفل تشوي الفلفل تشوي الطماطم شايف بالحق الغريبه اللي تبدا مشقه شويه ناجحه والله يعني حسب ما قالوا لي الناس بكري يعني الغريبه اللي تبدا مشقه ناجحه خبز بالحليل نارق عليه بيان سور خبز بالحليل وان شاء الله ديما الحليل وان شاء الله ديما ندخلوا كان الحليل ديالنا والله باهي سوبر سامي قالت لك روعه الشاي اللي تخدم فيه دينا ياسمين نحاول نذكركم بالنسبه للمنيو تو ما بقالي كان باش نطيب الفريب باش نطيب الخبز نصمت المكرونه والشربه هكا حاولت بجهدي وحاولت بمعرفتي صغيره نفيدكم بالمعرفه اللي عندي سامي قالت لك محليك يا شيف ميرسي بوكو شيف محمد ياسين سياله هند حط الجلال مع الخليط نتاع الحمص او الوالدة زاد كيف تعاون ربي فضلها ويطول في عمرها وربي فضلكم وعندكم الناس الكل نحاول ديما باش نفيدكم بطرف المعلومات اللي عندي نحب نشكر الناس الكل اللي قاعده تتابع فيا واللي قاعده تبارتاجي بالله بارتاجي وبارتاجي وخلي المنفعه تحصل للناس الكل ان شاء الله حبيت باش نخلط الباج ان شاء الله نخلط الديميل بقدره ربي ما نجمش نخلط كان بكم انتوما باش تبارتاجيو وتاجيو اصحابكم وحبايبكم كيفاش تحط الخبز في الفور يخمر انيسه دونك عندنا خبز عندنا الفور ويربول بونجور بون كوراج مون امي ميرسي بوكو شي برهان يعطيك الصحة الخبز فيه في بالنسبة للفور ويربول فيه سيزيام سونس دونك السيزيام سونس عندها موديل تحطه يخمر على 40 اونتر 40 و 45 دوغري تحط في خليط الحمص شوية نشي وإلى 50 جرام نشي بالنسبة سميرة محليك شيف ربي يبارك لكم إن شاء الله عيدك مبروك يعطيك الصحة حلومة شوفي عندك شنو المنيو نذكركم الناس الكل اللي خلطوا علينا شنو المنيو عندنا شربة بالدجاج عندنا سلطة مشوية عفيف شلبي شيف كمل الاستيس نتاع سلطة مشوية دونك الاستيس تاع سلطة مشوية الله يبارك دونك ما حطوهاش في شكارة ما حطوهاش تعرق على خاطر الشيف محمد امين سيلا احنا نلوجوا عليك في لمتنا وانت هوني هاي مثال شهوني يكون موجود دار خوه فما حتى مشكل سلام من باريس حتى الى مقرونة دونك مع سلطة مشوية الاستيس نعطيكم المنيو نعطيكم الاستيس تاع سلطة مشوية مع سلطة مشوية عندنا خبز حطيناه يخمر في الفور عندنا مقرونة بالدجاج عندنا غريبة نتاع حمص نورمالمون ما تحط شيء وعندك دجاج ستيك نتاع بولي فاسون نتاع شاورما يجا مين شايف سين باهي ربي يبارك نقول لكم مازال كيف بالنسبه احسن شايف ديما نتبعك في التي في ميرسي بوكو وفي لاستيس نتاع المشويه دونك نحاولوا ما نغطيوهاش ما نلفوهاش لا بالالمنيوم لا بالسيلوفان لا في شكاره لا حتى شيء يبارك لك في عمرك يا شيف يبارك لكم انتم زاد يعطيكم الصحه ما نغطيوهاش المشويه كيما وريتكم بكري هاني كيفاش تقعد خضرة بالنسبه للسلطه مشويه ولا ستيس تحط فلفل وطماطم وثوم وثوم ما تشويوش برشا ودو بريفيرونس السر من الاسرار نتاع النجاح نتاع السلطه مشويه كتر في الثوم هذاك اللي يقعد بنين شتر بشتر طايب ما عادش بالالمو ساميه كوم ناش دوتش دراشنيه ما نفهمش ما عادش نحكي المو انا غالب شويه انجلي فرونسي اسبانيول شويه شينوا اي اما الالمو الحق ما تعلمتش استيس اخرى تتهرس في المهريز وتتهرس في المهريز وفما شكون زاد بسكينه يدقدقها مي عندها بنا ونكهه اخرى كي تتهرس في المهريز السلطه نتاع المشويه وكيف كيف كان يجي معها جرين فلفل احمر اللهم صل على النبي حاجه روعه ولا في الاحلام نحب نشكركم الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فيا نحب نشكر لي سبونسور الكل اللي امنوا بيا من الورده من ديالي من فانواز من ناتيلي من بونا من فوركيتا فروتير نجمه دكتور اوتكور فانواز ويربول ميزون الموند حازم بن عيسى راديو بون لو نور خالد عويش في سكوب اللي امنوا البث دونك نشكركم ويعطيكم الصحه الناس الكل بالله شربه خلي فتحي طيبه دونك وقتاش اللايف الجاي اللايف الجاي ان شاء الله ربي ما يسعتين وان شاء الله نقول لكم اللي حتى بعد رمضان نحاول
نحاول باش نوريكم لايف. انتم زادة كيف كيف تنجموا تبارتاجيو وتخليو كومونتيرات نتاعكم. نشكر زهرة الفيترين تروار ثقة في زي بيس الكل. نشكر عماد خضار في المارشي تاع المرسى. دونك عندكم مشوار كبير برشا باش تختاروا باش تلقاو كل شيء. ما بقى لي توا كان باش نقول لكم ربي يفضلكم وربي يحفظكم يا شيف مانية جيهم في المانيا. وي اي يمين اقولها ترجمه درج منا شويه ترجمه حرفيه. شكرا شيخ على المعلومات الهامه. نحب برشا المقروض ان شاء الله نجرب الاستاذ نتاعك ان شاء الله قطربي سيميا غربي ميرسي. الالمانيه نورمالمون جوست تدخل على جوجل بعد ولا بعث لي حتى ميساج بريفي خاطر ما فهمت شويه الالمان ولا حتى بالانكلي. انتم يعطيكم الصحه ربي يفضلكم ربي يحفظكم ربي يخليكم. تبارك الله من اول رمضان توا ريقها شيخ المسكينه. ما والله ما فهمتش بينا انا توا خلاص وفيتني. الناس الكل اللي خلطت علينا ذكرتكم في المنيو تنجموا تعاودوا تفرجوا في اللايف في الصفحه نتاع الفيسبوك شيخ مؤمن يونس على اليوتيوب شيخ مؤمن بن يونس. فعندنا شوربه عندنا سلطه مشويه كما قلت لكم الاستيوس تاع سلطه مشويه تخليوا الثوم يكون اخضر شويه. سلطه على فرينا يعني لقيتها في به. الى اللقاء وشهية طيبه وطبعوني غدوه في لايف اخر ما بقى لي كبش نطيب ومن بعد نكمل نطيب الخبز ونطيب الغريبه ونصبط المكرونه. طبعوني من بعد في التصاور تلقاهم على الباج. تاجيو حضروا المنيو نتاعكم وتاجيو لي وانا وعدكم بارتاجي على الانستغرام. عاودوا تفرجوا على الرديف بارتاجي اوتوم باش تحصل المنفعه الكل. ربي يحفظكم وربي يخليكم. وراني كما العاده البوسه ما ننساهاش نتاع اخر اللايف. راني نحبكم برشا برشا. ميرسي بوكو يعطيكم الصحه وادمان ان شاء الله شهية طيبه شهية باهيه.